ان احنا اعطينا ظهورهم سأل حتى الجماعه ودوا الورود وخلوا الشعارات على الفنس ومشوا سلموا على الشرطه زين ومشوا يوم مشينا واحنا ماشيين جو من ورا ضربه فضربه اول ما ضربوا النساء اللي راحوا لسياراتهم صوب بعد الفنس هذا زين الشباب لو شافوا الموضوع جو سلمين ما عندهم اي شيء بس يوم شافوهم جايين بالسيوف وجايين بكل شيء كان المنطقه اللي من الميلاد تبنى فيها حديد وفيها حطاب جو الشباب من عجل الدفاع عن نفسهم شالوا راحة بعدين أطلقوا من صوبنا أطلقوا علينا كلنا من صوبنا ما أطلقوا من صوبنا لأنهم أساسا كانوا بلطجية منهم مهيئين لأنه من دوار الساعة إلى منطقة مسافة طويلة تقريبا كيلو يعني جايين داخلين فوق 100 تقريبا احنا حاطين لنا حواجز وهم خالين المحل مفتوح ايه مفتوح لهم كانت سيارات الأجيال تتحرك يعني رد الله كيده هم دول المخابرات صحيح كسب لباس مدني بس الشباب واجهوا من نفس الشيء بالصدور ما عندهم شيء المفروض ما نعطوا بهر بعد تعود من لا احنا طالعين كنا مشينا مسافه تقريبا 50 متر مشينا بعدين الشباب قالوا لا قاعد يصير مواجهه كان عندهم الواح لوح كان يوم قريبين يعني خلفة حجر أو شيء أسلاك إيه شفنا فيه فوق فيه شوية حمرار بس حصل ضربة لا كلموا جولة كلهم عاطفي جولة دكتور الجراحة قريب خلاص مو طبيعي صور